وتنضم إلينا من الرياض مباشرة الدكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى السعودي. مرحبا بك دكتورة العريض. طبعا بداية، زميلي في التقرير استعرض علاقات المملكتين الشقيقتين وقال بأنها تاريخ ممتد وراسخ على كافة الأصعدة، وانعكاس طبعا حقيقي لتقارب قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. دكتورة، كيف ننظر اليوم إلى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى المملكة العربية السعودية؟ السلام عليكم، سعيدة جدا بأن أشارككم هذه المناسبة المهمة. الأمير سلمان بيننا في وطنه، يزور أهلا ويحل سهلا. بيننا وبين البحرين علاقات ليست فقط استثنائية، هي علاقات أشقاء من القلب. نعم. استقرارها من استقرارنا، وأمنها من أمننا، واقتصادها من مهم جدا لاقتصادنا، مو بس للمملكة العربية السعودية. هي علاقة يعني في إطار الأمن والاستقرار في كل دول الخليج. نعم. ولذلك طالما العلاقات إيجابية وبناءة ومتطورة، فنحن جميعا في كل الكيان الخليجي بخير. نعم نعم تفضلي. المملكة هي الشقيق الكبرى للجميع، ولذلك نشعر بأن علينا أن نظلل جميع الخليج بما لدينا من قوة. نعم، طبعا التعاون الاقتصادي بين البحرين والسعودية يعتبر استراتيجي وفي ازدهار مستمر، وله طبعا أولوية قصوى. كيف يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز هذا التعاون، خاصة وأن الجانب الاقتصادي كما يعني لاحظنا بأنه يسيطر على معظم الاجتماعات؟ فعلا، أنا كنت أتابع البرنامج، اللقاءات التي تمت، والعلاقات الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية في تطور في الجانبين. المملكة العربية السعودية الآن وهي في بداية تطبيق الرؤية الجديدة للتحول، رؤية 2035 على المدى البعيد شوي. يعني التفاعل بينها وبين البحرين اقتصاديا يأتي من ضمن الخطط الموضوعة للاستفادة من كل الجوانب الموجودة محليا في الجوار القريب، منها مثلا، وهي متعددة. نعم. منها مثلا في ناحية المهارات والتوطين، تبادل اليد العاملة، التخصصات، أيضا الميزان الاقتصادي كما ذكرت نشرة الأخبار قبل قليل بالتفصيل، في نمو من 2002 إلى الآن يعني تضاعف حوالي 10 مرات. هذا شيء جميل جدا. نعم. دكتورة تفضلي. عذرا على المقاطعة، تفضلي. التعاون الاقتصادي مهم جدا جدا، يعني نعم، نستكمل الحديث في الجانب الاقتصادي. طبعا الاجتماع التنسيقي يعني وضع كما يقال وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات القادة في القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في مملكة البحرين، والتي أوصت بتطوير المنافذ البرية. طبعا اليوم الكل يدرك يعني أهمية جسر الملك فهد، ولكن هناك جسر الملك حمد المزمع إنشاؤه قريبا إن شاء الله، هو بداية لتنفيذ مشروع السكة الحديدية التي تربط البلدين. كيف يمكن أن يسهم إنشاء هذا الجسر الجديد في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين المملكتين؟ صحيح، التواصل عن طريق البر بين البحرين. البحرين جزيرة، يعني إذا لم تتواصل مع السعودية عن طريق البر تظل في انعزال عن التواصل السريع. نعم. للأمن وللاقتصاد. ولذلك من يرى الزحمة على جسر الملك فهد يرى بوضوح أننا بحاجة من الجانبين لأن يكون هناك تحسين أو تطوير، ويأتي جسر الملك حمد ليتمم هذا الجانب المفتقد. نعم. سمعت أيضا عن
تحسين العمل على جسر الملك فهد بحيث يكون هناك نقطة واحدة فقط. نعم يا ستمنع الازدحام او التركيز يعني عند نقاط مختلفة، الوقفات التي يشكو منها الجميع. بالنسبة للخطوط السعودية، الخطوط السكك الحديدية بين بين السعودية والبحرين، هي يعني في البحرين ستكون احد النقاط الأخيرة في هذا الخط، بينما يمتد داخل السعودية من الشمال عبر امتداد الجزيرة كلها ليصل إلى البحرين، وبذلك سيفتح المجال للبحرينيين يعني المسافرين بالقطار وللبضائع التي قد تنقل فيه إلى أقصى شمال المملكة العربية السعودية. نعم. وهناك أيضا فكرة أن يكون متواصل عبر مضايق تيران، عبر جزيرة تيران وصنافير إلى القارة الأفريقية، وهذا يعني يعطيك مدى أبعد مما نتصور في الوقت الحاضر. نعم دكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لك.